صباح النور، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. رجع الله، رجع شو المدرسة؟ صباح الخير. نعم سوف نكتب اليوم. نعم سوف نكتب. يعني آدم يوجد أحمد غائب. أحمد سوف نكتب. أنا ما بدي أكتب. بس أحمد بعت لي على التليفون أن ثانية نضع جميعنا وضعية صوت صامت. نضع جميعنا وضعية صوت صامت. أتمنى منكم أن تجلسوا في الغرفة الهادئة. طيب إذن نضع أمامنا كتاب القواعد، ومن ليس معه فليضع أمامه دفتر. دفتر القواعد أو اللغة العربية؟ قواعد، كتاب القواعد. مس الدفتر دفتر القواعد؟ نعم هو دفتر اللغة العربية مشترك للقراءة وللقواعد. مس روان. نعم يا محمد. مس نريد هذا الكتاب. أما دفتر اللغة العربية. الكتاب. مس هذا. ما رأيكم أن نتكلم واحد واحد؟ أنا مس هذا. نضع مس هذا الكتاب. هذا هو. هذا. نعم هذا يا أحمد. نعم دفتر اللغة العربية. هذا هذا بس هذا. نعم هذا يا محمد. ترى ماما الكتاب فقط القراءة. ليس هناك مشكلة، نضع أمامنا دفتر لغة العربية ونكتب فقط الأجوبة. طيب إذن كنا قد أنجزنا سؤال رقم واحد. بس لحظة انتظري. أنا لم أحل. لم أحل.
حليتهم بلا. نعم يلا انجزنا الان. انا مش حليتهم. طب يلا ساعيد ساعيد. من كم فقرة يتألف هذا النص؟ من ثلاث فقرات. من ثلاث فقرات، لأن الفقرة الأولى بدأت من دخل وانتهت عند خضراء. الفقرة الثانية نضع شم يعنى وضعية صوت صامت. الفقرة الثانية بدأت من أخذ الكتاب لعند وهدوء. الفقرة الثالثة شاهد سامي لعند ففرح كثيرا. صباح الخير. صباح الخير. إذا من كم فقرة يتألف هذا النص؟ برفع الأيدي. محمد حاج شحادة. ثلاث فقرات. نضع دائرة حول ثلاث فقرات. ماذا نترك في بداية الفقرة؟ بس هذا على الكتاب. نعم على الكتاب. فراغ. نعم نترك فراغا القواعد. نترك نكتب على دفتر اللغة العربية. لمن لم يكن معه الكتاب نكتب على دفتر اللغة العربية أقسام الكلام. درس أقسام الكلام رقم واحد ثلاث فقرات. صفحة اثنان ثلاث فقرات. ماس أي صفحة؟ صفحة اثنان. اكتبوا سماحت. ومحمد حاج علي. بس هذه على الكتاب ولا على الدفتر؟ هذه الأسئلة موجودة على الكتاب عندكم. على الكتاب. نعم لمن لم يوجد معه كتاب القواعد فليضع فليكتب على الدفتر. أنا كتبها على كتاب القواعد ليس معي. ليس معك اكتب على الدفتر. يلا سؤال رقم اثنان. من يقرأ سؤال رقم اثنان؟ أنا. من؟ ملك؟ ملك. أجل. استخرج من النص كلمات. كلمتان. تدل على على اسم. تدل على. تدل على اسم. يلا اكملي اسم ماذا؟ اسم حيوان. حيوان فتح حيوان. حيوان ما اسم رامي. رامي. اسم انسان. اسم انسان. شيء نعم. اسم حيوان. شيء حيوان. نعم اسم انسان. استخرجي اسم انسان. رامي. رامي. اذا نكتب رامي عند اسم إنسان. ماس اكتب إنسان وحد رامي. نعم. هران حيوان. حيوان لانا. لا نتكلم من دون اذن يا رانا. يا لانا شيء من النص. يا ايه مرة الحصة.
هل يمكن أن أقول شيء؟ آية آية افتحي الكاميرا يا آية. يلا يا آية، من بعد إنسان استخرجي هنا، من بعد إنسان حيوان. مش حيوان؟ حيوان نعم. كلب. من النص من الفقرة يا آية، ركزي معنا. بس أنا لم أقرأ معكم، قرأناه في الأمس هذا. إيه لم أقرأ معكم، لم تكوني معنا في الأمس. مش مبلا، بس أنتوا قريتوه وأنا قطعت عند الكهرباء. طب يلا اقرأي. هل لانا مراد. يمكنني انا. اجل. لانا اسم حيوان. اسم حيوان. هرن. نعم. هل يمكنني انا ان افعل الشيء؟ نعم. بس كنت اريد ان اقول لك هرن. نعم. يلا يا محمد، حدش حادث؟ الشيء هو الكتب. الكتب، نعم. يوجد الكثير من الأشياء هنا، كتب، مكتبة، مدرسة، رفوف. حسناً؟ مس أنا. أشجار. مس. أشجار هي نبات. نعم، من النبات، نعم، عفواً. إذن الكتب. أصلي ماذا كتبت كتاب؟ اكتبي سيارة. من الفقرة يا سمير. يجب علينا أن نستخرج من الفقرة هنا. انهيتم؟ اجل. يلا ماشي، ينتهي بعد. ماشي. نعم. انهيت رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. من لانا؟ اجل. نعم، احسنت يا. الان تصححين اذا كانت اجاباتك صحيحه. ماذا؟ الان تصححين اذا كانت اجاباتك صحيحه. أجل. يلا أنهينا رقم 2. نعم. يلا أمسي، من لم ينتهي بعد؟ أنا أنهي. نعم. جود، لنكتب على الشاشة يا جود. بس هل يمكن أن أذهب إلى المرحاض؟ أنهيت الكتابة؟ أجل. سالي أنهيت يا سالي؟ أجل أنهيت عملي. نعم. طيب إذا سأمحي، ثانية أنهيتي؟
أنهيت عملي. تانيا أنهيت يا تانيا؟ نعم. أزل. لا يوجد صوت عند تانيا أتوقع. دانيال طارق أنهيت يا طارق؟ أجل. أحمد من لم ينتهي بعد؟ أمحي؟ طيب إذا نعم. إذا سأمحي. ناس؟ نعم. سوف نشتغل صفحة ثلاثة. إذا أنهينا صفحة اثنان طبعا. طيب إذا رينا اقرأي سؤال رقم ثلاثة. مثلا حول مجموعة الكلمات أحوق مجموعة الكلمات الآتية التي تشمل تشكل جملة صحيحة. جملة صحيحة نعم. وحوكوا مجموعة الكلمات التي تشكل جملة صحيحة. يلا اقرأي الجمل. اقرأي. الكتاب رامي درس المدرسة. طيب هل هذه المجموعة الكلمات تشكل جملة صحيحة؟ كلا. إذن لا نحوقها. طيب الجملة الثانية. الطلاب في الصف الثالث مجتهدون. طيب هل هذه الجملة تشكل هل هذه مجموعة كلمات تشكل جملة صحيحة؟ نعم. نعم إذن نحوقها. نعم. طيب إذن نضع دائرة حول هذه الجملة. ناس أنا أكتب فقط الجملة أو أكتبهم كلهم؟ لا فقط أكتب الجملة التي نريد تحويقها. مثلا فقط نكتب الجملة التي نريد تحويقها وليس جميع الجمل. ناس كمان آخر جملة صح. لانا ليس الآن يا لانا. ننتظر قليلا لكي ينتهي الجميع. ما هذه الأصوات؟ ما ضعفنا وضعية الصوت صامت. طارق وآية وأحمد وآدم افتح الكاميرا لو سمحتم. مس؟ نعم. مس أريد أن أذهب إلى المرحاض. أنهيت الكتابة؟ أجل. اذهبي. أنهيت؟ نعم.
يلا انهيتم. دعد افتح الكاميرا يا دعد لو سمحتي، افتح الكاميرا لو سمحتم. وسمير الحاج وطارق ناس، وين نقدر نكتب الجملة؟ الجملة على الدفتر إذا. هل معك الكتاب؟ اه. هل معك كتاب القواعد؟ اه نعم. ضع دائرة، افتح على صفحة 2 وضع دائرة حولها رقم 3. لا نكتب الجملة. أنهيت عملي. نعم. يلا من يقرأ؟ رينا أكملي الجملة 3، أقرأيها. مثلا أنجز الطالب فرضه جيدا. نعم، أنجز الطالب فرضه جيدا. هل هذه مجموعة الكلمات تشكل جملة صحيحة؟ نعم. نعم، إذا نحوقها. حسنا. يا مس، أكتب التي تحتها أيضا. نعم، نكتب فقط الجمل التي حوقناها. مس، كتبت الجمل التي حوقناها كلها. يا أحسنتي. ماس، انتقلي على سؤال 4. نعم، انتقلي على سؤال 4. يلا ننتظر لكي ينتهي الجميع يا سمير. حسنا. ملاك، لا نكتب على الشاشة. أنهيت عملي. نعم. يلا انهينا جميعا. نعم ملك، افتح الكاميرا يا ملك. بس مفتوحة الكاميرا ليست. وآية ايضا، طارق، نادرة، ادم، افتحوا الكاميرا. بس مفتوحة الكاميرا. بس مفتوحة الكاميرا اللي إلي. أنهيت عملي. طيب يلا سؤال رقم 4، أنهيتم؟ نعم. أجل. نعم. أجل. يلا من يقرأ سؤال رقم 4؟ جود. أجل، سوف أقرأ. وزعوا الكلمات التي الآتية في الجدول. نعم، يوجد لدينا في جدول اسم
فعل وحرف. أريد منكم رسم هذا الجدول لمن ليس معه الكتاب. أرسم الجدول؟ إيه. حسناً. من معه الكتاب لا يرسم الجدول، فقط نرسم الجدول على الدفتر إذا كان ليس لدينا كتاب. بس. نعم. كلمتي صغيرة. نعم. أريد أن طب هل يمكن أن لا نتكلم سويا؟ إذا كان هناك صديقنا يتكلم نسمعه لكي ينهي كلامه ومن ثم نحن نتكلم. حسنا. بس لكن سمير. نعم سمير. يلي حوقناه وين بكتبون؟ على الدفتر. هل معك الكتاب؟ نعم. ايه لكن لا خلص لا تكتب. من معه الكتاب يكتب على الدفتر. نعم جود. اريد ان ارسم هذا الشيء لاكتب في الذي مكتوب، يعني المكتوب في الأم العمل. فقط نرسم الجدول أمامنا. اسم فعل حرف. حسنا. فقط هذا الجدول نرسمه. فقط نرسم هذا الجدول أمامنا لمن ليس معه الكتاب فقط. عم تمزح. طبعا بنزح. أنهيت. نعم. أنهيت الجدول. نعم. يلا من لم ينتهي بعد؟ مس نرسم هذا الجدول. معك الكتاب يا آية. يلا نسمع بس القراءة. اسم فاعل حرف هذا الجدول. أجل. ماس أنا عم بعمل صفحة 3 ورقم 5. نعم. أنهيت عملي. نعم أحسنتي. طيب إذا يلا يا جود اقرأي الكلمة الأولى. حسنا. أنهيت عملي. الكلمة الأولى في هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. حرف. نعم أحسنت. إذا نكتب فيه عند في الجدول حل الحرف. نعم شكرا لك يا جود. مس. نعم. شو تاني كلمة؟ اقرأها. ما عرفتها. حاول القراءة. حاول قراءتها. قطع الكلمة. ماس فينا أنا بعد. بعد مين؟ طب نضع جميعنا وضعية الصوت صامت. أتمنى منكم أن تشعروا في غرفة هادئة. يلا يا سالي. سالي اقرأ الثانية. فينا أنا من بعد سالي.
سأرى. يلا يا سالي. So, yeah, Munir, we still have 10 minutes. We read the paragraph. I'm going to read it again. They said, read the sample. It's on page 27. Hello, Sally. The paragraph. Now, underline the topic sentence once, underline the concluding sentence twice, at least two times. Then you have to draw two lines, not one, okay? الأم. 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 هل هي اسم أم فعل؟ يا سالي؟ اسم. أريد أن أسمع اسم سالي فقط. أريد أن أسمع سالي. لا نجيب من دون إذن. يلا يا سالي. الأم هي اسم أم فعل؟ نعم. اسم. اسم، نعم. إذا نكتب الأم عند الاسم. مثال يمكن أن أفعل. سأختار من لم أسمع صوته بعد. محمد الحجار. نعم. يلا اقرأ الكلمة الثالثة. بس أنا ضعت أم في الاسم قبل أن أنت تضعيها. نعم. يلا يا محمد الحجار. ايه الكلمة الثالثة؟ العمل. العمل. العمل، نعم. هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. اسم، نعم. يعني نعم نكتب العمل عند مثلا يمكن اني ان افعل. محمد، اريد من الجميع ان يشارك. انت شاركت في سؤال؟ اريد من لم اتكلم لم نشارك. ثانية. ثانية اقرأي الكلمة التالية. عائلة. يلا يا ثانية. أتوقع أن الصوت ليس بس هل يمكن عمل؟ هناك مشكلة في الصوت. عمل. أحمد دأدوئة. عمل. أحمد دأدوئة. نعم. يلا اقرأ الكلمة الآتية من بعد العمل. الكلمة السابعة. عمل 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 عمل. نعم. هذه الكلمة. عمل. أحمد. طب نضع جميعنا وضعية الصوت صامت. أريد فقط أن أسمع صوت أحمد. عميل. عميلة. 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 هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. فعل، نعم، أحسنت. إذن نكتب عميلة عند الفعل. يلا طيب شكرا لك يا أحمد. بس هل يمكن أن أفعل؟ سمير لا، أنت قد لا لم أفعل. محمد حجر، هل
ماس، هل أنجزت أي سؤال؟ ماس أريد أن أذهب إلى المرحاض. يلا بعد قليل لكي ننتهي، لأن لا يوجد هناك وقت. يلا يا محمد اقرأ الكلمة الآتية. ماس ما أنا خلصت وعملت رقم 5 رقم 6 بالصفحة بالصفحة الثالثة. حسنا يلا يا محمد من بعد كلمة عاملة اقرأ. محمد حاج شحادة. نعم. بس أنا ما عملت. نعم. محمد حاج شحادة. نعم نعم. يلا اقرأ الكلمة التالية يلا. نامت. نعم. نامت. نامت، هل هو اسم أم فعل؟ فعل. فعل. نعم أحسنت، شكرا لك. يلا الآن بس خلي بكي أنا أعمل هذا. لا دعك دعد، خرجت دعد. لا دعد معنا. يلا يا دعد. بس أنا لم أفعل، لم أحل. يلا يا دعد. عن. عن، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. حرف، نعم. يا طلك نادرة. نعم. يلا يا نادرة اقرأ الكلمة الآتية من بعد عن. نعم. يلا من بعد كلمة عن ماذا يوجد؟ اقرأيها. الفلاح. الفلاح، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. اسم، إذا نكتب الفلاح عند الاسم. يلا يا طارق. يلا يا طارق اقرأ الكلمة الأخيرة. فلحة. فلحة، نعم، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم فعل حرف. فلحة شو؟ اسم. اسم؟ هل هو اسم إنسان فلحة؟ مش أنا. شو لك كان فعل ولا حرف؟ أنا. مش أنا. طارق لحظة أريد أن أسمع طارق. فعل. فعل. إذن فلحة هو عند الفعل. يلا اكتبوا بسرعة قبل أن ينتهي الوقت. يلا من أنهى يمكنه الخروج؟ نهيت عملي. انتهى الوقت الآن. بس أنا إياك صح حصة تانية؟ لا لا فقط حصة واحدة، هذه الحصة فقط. مس كلا خلصت مش بلا عنا يجي بعد حصة. لا هذا أوقيت الأونلاين فقط حصة واحدة.